فلا أحد يستطيع أن يزاود على المسلمين في حب الله أولا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب جميع الصحابة. هذه عقيدتنا الإيمانية، الحب لله والحب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن آثار ذلك حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب جميع الصحابة، نترضى عنهم جميعا ونواليهم جميعا، وقد أثنى الله عليهم في آيات كثيرة. نقول هذا عندما نسمع طائفي حاقد مجيش للطائفية، بل ليس طائفي، نسمع حشدا من الإعلام الطائفي الحاقد الذي يثير الفتنة ويدعو إلى تمزيق الأمة ويثير شعارات ما هي إلا شيطانية في الواقع لتمزيق الأمة، عندما يقال إن تحرير الموصل هو ثأر للحسين، أو عندما يقال يا لثارات الحسين، ونحن نسألهم أين عقولكم؟ أين تفكيركم؟ أين المنطق؟ أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين الشرع؟ بأي منطق تقتلون أطفالا في حلب أو في أي مكان لأجل الحسين يا لثارات الحسين؟ أطفال حلب قتلوا الحسين، مساجد حلب قتلت الحسين، مستشفيات حلب قتلت الحسين، مخابز حلب قتلت الحسين، هذه ثارات الحسين. ثارات الحسين أن نقف مع الظلم والطغيان والقتل، وهو الذي خرج ليقف في وجه الظلم والطغيان والقتل والانحراف. تضحية الحسين رضي الله عنه كانت لأجل الوقوف في وجه الظلم والطغيان والانحراف، وأنتم الآن تجسدون الطغيان والانحراف والقتل وتقفون مع الظالم والطاغية. أيكون الثأر للحسين بقتل الأطفال؟ ما الفرق بين طفل الحسين الذي قتل على كربلاء وطفل حلب الذي يقتل بالصواريخ المجرمة التي تصدر منكم ومن أوليائكم، فتقتل هؤلاء الأطفال فتجعلهم تحت الأنقاض؟ ما الفرق بين هذا؟ إذن هنا يكون لثارات الحسين أم لإشعال الفتنة الطائفية والحقد الطائفي وتمزيق الأمة، مع أننا علمنا جميعا أن أمة الإسلام من أولها إلى آخرها تستنكر مقتل الحسين وتلعن من قتل الحسين وتتبرأ من دم الحسين وتترضى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحسين وأبناء رسوله وأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة هم الذين رووا في كتب السنة حسين مني من أحب حسينا فقد أحبني، وأهل السنة هم الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هما ريحانتاي من الجنة. فإذا هما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في قلب كل مؤمن، وتبرأت الأمة من ذلك. فما معنى أن يأتي من يثير الفتنة الآن تحت شعار يا لثارات الحسين فيقتل المسلمين؟ من قال لك أن هؤلاء أحفاد أولئك؟ ومن يدري أن هذا الطائفي الحاقد الذي يتكلم مثل هذا الكلام هو من نسل من قتل الحسين فعلا وحقيقة ودما وليس فقط تاريخيا؟ من يدري؟ بل من قتل الحسين أليس الذين دعوه إلى العراق فخذلوه فكان ذلك سبب ما كان بشكل رئيسي، فهم يلطمون أنفسهم اعترافا بجريمتهم النكراء؟ شاهدنا في ذلك لا أحد يزاود على المسلمين في حب الحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الحب الإيماني الذي ينطلق من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ويلتزم بآداب الشرع في ذلك. ونتبرأ إلى الله من كل هذه الأفعال التي تثير الفتنة بين المسلمين، ونسأل الله أن يحمي الأمة جميعا من أمثال هؤلاء الذين يثيرون هذه الفتنة.